مساء الخير، مساء الخير عليكم. الزلف اللون، السلام عليكم. إذا مع الحلقة رقم 18 من السلسلة العامة والحلقة الثالثة من محور كيف ننشر التنوير. إذا ما زلنا في نتكلموا في محور بناء العلاقات أو لا سيكولوجي دي ولاسيون، علم نفس العلاقات، كيف نبني علاقات قوية ومن خلالها أيضا كيف ننشر، لأنه نشر الفكر يتطلب أولا بناء علاقات قوية. قلنا في المرة الحلقة الماضية توقفنا عند النقطة هذه، قلنا 70% من العملاء، من الناس اللي غيروا المحلات التجارية اللي يقضيوا ما فين يقضيوا منها، ما غيروهاش بسبب أن الأسعار غالية، وإنما غيروها بسبب أن الناس اللي يبيعوا فيها السيرفيس تاعهم، لا كاليتي دو سيرفيس ماهيش مليحة، يعني سوء الخدمة، le service il est mauvais, il n'est pas bon, il n'est pas à la hauteur. Donc يبدلوا. هذه واحدة، وهذه شرحناها. كاين نقطة أخرى أيضا في دائما في مجال التسويق، وهي تهمنا بزاف في بناء العلاقات، وهو أنه نديروا في بالنا، وهذه طبعا هذه الدراسات في علم التسويق هي اللي تقول هكذا. قل لك 96% من العملاء غير الراضين عن الخدمة نتاعك لا يتقدمون بشكاوى. إذن 96% من الناس، لما أنت عندك محل تجاري ويجوا الناس يشروا عندك، ولكن عندك المحل يبيعوا، عندك الناس يبيعوا في المحل، ولكن هذوك اللي يجوا يشروا من عندك ربما هذوك اللي يبيعوا لهم ما يعرفوش يبيعوا، ما يعرفوش يتعاملوا مع المشتري، مع الناس اللي يشريوا. إذن 96% من الناس هذوك اللي ما تعجبهمش الأسلو، يعني الكاليتي دو سيرفيس، ما رايحينش يشتكيوا لك، ما رايحينش يتقدموا بشكاوى، ولكن 90% منهم أكيد ما رايحينش يرجعوا للمحل تاعك. بتعبير آخر، في المجال لو كنا نقولوا هذه الفكرة للمجال تاعنا، إذا أنت شخصيتك سلبية أو فيها نقاط ضعف أو نقاط سلبية من الأمور اللي ذكرناها من قبل أو اللي راح نزيد نذكرها من بعد، وأنت مثلا ما تلتزمش بها في علاقاتك، إذا الناس لاحظوا هذه الأشياء عليك، 96% من الحالات ما راحينش يخبروك، ما راحش يقولوا لك، أنت ما راحش يخبروك بالسلبيات تاع شخصيتك، أنه عندك هذه ناحية هذه ودير هذه وزيد هذه وبطل من هذه وبطل ما تقردش في الناس وبطل من هذه، ما راحش ينبهوك، ما يشتكيولك ما يقولوا لك، ولكن 90% منهم ما راحينش يتعاملوا معاك بطريقة جادة، يعني ما راحينش يبنوا معاك علاقة جادة بالتأكيد، يعني على الأقل 90% من هذوك الناس اللي راك تعرفهم تتعامل معهم ما راحينش يبنيوا معاك علاقة جادة بالتأكيد. ايضا في قاعده اخرى، ايضا في علم التسويق، مستمده من علم التسويق، تقول لك كل عميل راض سيخبر على الاقل 5 افراد، بينما كل عميل ساخط سيخبر على الاقل 9 افراد. يعني اذا شخص في مجموعه راك دير معهم علاقه، درت معهم علاقه مليحه، وكاين منهم واحد مثلا عجبته وحب الشخصية تاعك وارتبط بك وحبك يعني كشخص كإنسان، دير في بالك بلي على الأقل راح يهدر عليك على 5 أفراد، يهدر عليك هدرة مليحة، 5 على الأقل. أما إذا شخص ما عجبتوش وربما جرحت المشاعر تاعه أو سخط عليك أو زعف عليك، بالتأكيد هذيك النقطة السلبية اللي تخصك راح يتكلم، راح يهدرها على الأقل 9 مش 5. يعني دير في بالك بأن إذا أنت كنت إنسان مليح الناس راح يهضروا عليك للناس، ولكن إذا أنت كنت ماشي مليح رايحين يهضروا عليك ضعف وش يهضروا عليك لو تكون مليح. لما أنت تكون إنسان ماشي مليح، الهضرة اللي تمشي عليك تكون ضعف الهضرة اللي تمشي عليك لما تكون مليح، بالمعنى الإنساني، يعني ملاحة هنا ولا القباحة، مليح ولا ماشي مليح، أنا نتكلموا بمعنى الإنساني في إطار الشروط واللي كنا أو النقاط اللي كنا نذكرها من قبل واللي ما زال زيدنا نذكرها. أيضا هنا نقطة أخرى في قضية العلاقات، لما الإنسان يكون يتكلم، راك تتكلم في أي موضوع، في راك مع جماعة وتتكلم في أي موضوع، إذا شفت الناس بداو يتقلقوا، خاطر كاين إشارات تقول لك باللي الناس اللي عم يسمعوا لك عم بداو يتقلقوا،
بداو يتقلقوا، بمعنى بداو يتقلقوا فوالا، ممكن طولت عليهم، ممكن هدرت بزاف، ممكن راك تتكلم في موضوع ما يهمهمش، ممكن راك تتكلم في موضوع ممل، ممكن راك دخلت في تفاصيل مملة، ممكن هذا ممكن، هذيك احتمالات ممكنة، ممكن راهم مقلقين، ممكن عندهم مواعيد، عندهم ارتباطات وحشم ولا يقولوا لك، ممكن راح الحال عليهم، ممكن واحد عنده انتخان ياخذ لازم له يروح ياخذ قطار، ممكن واحد على باليش، كل انسان عنده ارتباطات وعنده اشغاله. اذا كاين اشارات تخليك مثلا اذا بداو الناس مثلا واحد يلعب بالخاتم نتاعو، واحد يلعب تراك تتكلم، واحد يلعب يدور في ساعته، والاخر يدور في الخاتم نتاعو، والاخر يخبش في شعره ويخلط في شعره، والاخر يخلط في لحيته، والاخر جبد نواضر وقاعد يمسح فيهم، والاخر هذاك اعرف باللي انت الهضره نتاعك راك يعني راك بديت تكب مور الطاس كما يقولوا بالتعبير الشعبي، وراك واحد ما راه مهتم، والناس راهم مقلقين حابين يروحوا. الوغ يفوا اغيتي سيتو يفوا اغيتي لما واحد معناها انك راك هدرت بزاف، او ممكن الموضوع هذا تاعك راك تحكي فيه ماهوش مهم بالنسبه للمستمعين. اذا هنا لازم يفواغيتي لازم راس. وهذا يعني هذا واش معناه؟ هذا معناه انك الموضوع اللي راك تكلم فيه ماهوش مهم بالنسبه للناس اللي يسمعوا، وبالتالي يا اما انك تحبس كارمه من الهضره، او تبدل الموضوع، او تبدل الموضوع تدخل في موضوع اخر، او تتوقف نهائيا عن الكلام. إذن هذه أيضا مسألة. الآن نتكلم على قضية الاستماع، كنت أشرت لها قضية أخرى هي قضية الاستماع الجيد. كيفاش تكون مستمع جيد؟ ولماذا؟ وعلاش لازم نسمع؟ علاش لازم نسمع للآخرين؟ مليح إنسان يسمع يسمع يسمع، وإنسان قد ما يسمع للآخرين في الحقيقة قليل. علاش؟ لماذا؟ هذه كنت أشرت لأنه هذه النقطة قبل، ولكن درك نحب نمدلها أو نعطي لها بعض التفصيل. أولاً علاش لازم نسمعوا بزاف؟ لماذا؟ لأن ولماذا ينبغي أن نحسن الاستماع ونتدرب على الاستماع الجيد، أن نتدرب روحنا ونولف روحنا أننا نسمعوا للآخرين. لماذا؟ أولاً لأن من لا يحسن الاستماع لا يحسن الكلام، اللي ما يعرفش يسمع ما يعرفش يتكلم، هذه ضروري. ثانياً لأن الناس كامل يحبوا يتكلموا، ما ترى مو يعني في العالم كامل، إذا كان في العالم 7 ملاير ممكن كاين بلك يا ربي كاش 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا مش عارف 100000 اللي ما يحبوش يتكلموا في 7 ملاير هذو كامل، أما أغلبية الساحقة يحبوا يتكلموا، الناس كل الناس تحب تتكلم، لكن القليل جدا من الناس من يحب الاستماع، قليل من الناس اللي يحبوا يسمعوا. لما انت تكون من هذوك الناس اللي يحبوا الاستماع بالتاكيد راح تتميز ويكون كاين اهتمام بك اكثر وبكلامك اكثر، لما في مره من المرات راح تجي تبدا باش تتكلم او تحب تقول كلمه او تقول فكره. ايضا الاستماع علاش لازم نستمعوا؟ لان الاستماع شوف ما كان حتى وسيله لربح الثقه أكثر فعالية من الاستماع، ما كان حتى وسيلة لربح الثقة أكثر فعالية من يفو إيكوتي يعني ليكوت، ما كانش وسيلة أكثر فعالية من الاستماع في ربح ثقة الآخرين. الإنسان اللي تسمع له مليح وتسمع له بزاف بالضرورة ستربح الثقة تاعه، سيرتاح لك، راح يرتاح لك وراح تربحه كإنسان، تربح ثقة تاعه، تربح الارتياح تاعه، يولي يرتاح لك، وبالتالي لما تتحب تكلمه يسمع لك ويهتم كثير بالأشياء اللي تحب تقولها له، أو بالأفكار اللي تحب تقترحها عليه أو تحاوره أو تتكلم معه فيها. ايضا لما الانسان يكون يسمع، هذه مساله مهمه جدا وكثير من الناس ما يعطيوهاش اهميه، ولكن في علم النفس عندها اهميه كبيره، انه الانسان لما تكون واحد يتكلم وانت راك تسمع له، عندك مكان واحد فقط لازم تخزر فيه، وهو انك تخزر في عينيه، اخزر في عيني الناس، لما واحد يتكلم اخزر في عينيه، انظر في عينيه، مش في جهه اخرى، في عينيه. لماذا؟ لانه اولا هذا هو الاستماع الجيد، وثانيا هذا راك تعطيله دليل قوي بانك راك تسمع صح، راك تسمع له واش راه يقول، وراك مهتم بالشيء اللي راه يقول، لان العين هي بوابه الشخصيه،
هكذا في علم النفس علماء النفس يقولوا بأن العيون تاع الناس هي البوابات تاع سي لي بورتيير دو لور بيرسوناليتي، بوابات الشخصيات تاعهم. يعني لما واحد راه يتكلم نخزر في، لما انا واحد يتكلم نبقى نخزر في عينيه، هذا يعطي له زوج حاجات. اولا يعطيه دليل قوي بانني نسمع له، وثانيا يعطيه اهتمام، يعني لان التواصل البصري هو اقوى انواع التواصل. طبعا اقوى انواع التواصل غير اللفظي، اقوى انواع التواصل غير اللفظي هو البصري، وربما واحيانا التواصل البصري يكون اقوى من التواصل، حتى التواصل اللفظي احيانا التواصل عن طريق البصر يكون اقوى من التواصل اللفظي. التواصل البصري عنده اهميه كبيره، لان العين عندها تاثير خاص وسحر خاص وتاثير خاص على في العلاقات. دونك هنا il faut regarder dans les yeux. Quand quelqu'un parle, il faut le regarder dans les yeux, droit dans les yeux. نسمعوا له باهتمام ونخزروا في عينيه، ماشي حتى جهه واحده اخرى، لا في اللبسه تاعو ولا في شعره ولا في جهه اخرى. Il faut regarder les gens qui parlent. Quand quelqu'un parle, il faut le regarder dans les yeux. هذا اكبر دليل على الاستماع، احسن طريقه للاستماع الجيد. وايضا لان العين ايضا تعبر، عندها بزاف تعابير، كاين بزاف تعابير تقال من خلال لغه العيون، والعيون عندها لغه خاصه في ايضا في علم النفس، وهذه ربما كاش نهار نتكلم عليها. ايضا الانسان مثلا، هذه ثاني بزاف ناس ما يديروهاش لقله اللباقه، واحيانا كل واحد علاش، لكن بزاف ناس ما يديروش هذه. لما واحد يكون في مجموعه وراه يتكلم، او واحد راه يتكلم في جماعه، وانت مثلا tu as un besoin urgent je sais pas tu veux aller aux toilettes ولا ما عبالكش ولا حاجه كيما هذه، il faut demander la permission، لازم تطلب الاذن. نطلب الاذن، او يجيك تليفون باش تنوض ترد، لو في جماعه الناس راهي تقصر ولا واحد راهو يتكلم ولا، وانت جاك تليفون ضروري ترد. يفوق كمان دوموندي لا بيرميسيون اخر، ما تنوضش غير تروح ديريكت. يعني شويه تعتبر شويه ما يعني من قله اللباقه في هذا الموضوع. هي سي با يعني سور بلان سي با حاجه غراف يعني ولا هذاك، ولكن يبقى مع ذلك من الاحسن انه الواحد وهذه سلوك متبع وشائع في الشعوب المتطورة. كاع الشعوب المتقدمة لما تروح لأي تروح في العالم عند الآخر وتلقى حالة كما هذه، لما واحد مثلا راه في جماعة ونسى أو يقصر وهو راه يسمع، يجيه تليفون أو يجيه أن بيزوان يورجون يفو ألي جو سي با أو يدوموند لا بيرميسيون، إكسكوزي موا جو دو ألي، سمحوا لي لازم نروح ولا سمحوا لي لازم نجاوب، ما فيها والو، ولكن هي تزيد في قيمة العلاقات يعني بين الناس. ايضا من الامور الاساسية ايضا في الاستماع، مهما كان الانسان اللي راه يتكلم، ومهما كان الكلام لا يقول فيه، ومهما كان الموضوع لا يتكلم فيه، ومهما كان الكلام ربما ما يعجبناش او ضد مثلا الرؤية تاعنا، ما لازمش نغضبه، ما لازمش واحد يغضب، وما لازمش يندفع برد فعله ويقول له بلع ولا اسكت ولا واش راك تحكي نتايا ونتايا وينوض. ما لازمش نقاطعه، واحد راه يتكلم حتى ولو راه ايش عارف راهو او يتكلم، حتى ولو راهو ينتقد في الانبياء، خليه يتكلم ونسمعوا له حتى يكمل، لا نندفع لا نغضب لا نقاطعه ولا شيء، خليه يتكلم نسمعوا له باهتمام مهما كان مضمون ومحتوى الكلام اللي راه يقول فيه. ايضا من الامور الثانيه الاساسيه في العلاقات انك اكيد لازم تكون عندك علاقات، دير علاقات مع الناس، لازم تعرف الناس هذو كيف دايرين، لازم تعرفهم، لازم تتعرف عليهم. باش تعرف على الناس لازم تخليهم يتكلموا، يا اما اذا كانوا هما هاد الناس اذا كانوا من النوعيه اللي يتكلموا هما هدارين بطبيعتهم يعني دو ناتور هدارين، هذو راهم ينقصوا عليك المجهود، سي بون حاجه مليحه سي بيان. اما اذا ما كانوش من النوع الهدر، خاطر تقدر تتلقى مع الناس شويه، عندهم كاين ناس عندهم خجل، كاين ناس ما يحبوش يهضروا بزاف، كاين ناس يعني كل يتكلموا ولكن يتكلموا قليل، هاد الناس لازم تشجعهم على الكلام. كيفاش تشجعهم؟ اطرح لهم اسئله، اسالوا واش راك دير، راك تقرا وراك واصل، واش من تخصص،
وش راك حاب وراك حاب وش يعني تطرح له اسئله على حياته على اليوميات وعلى اي شيء. المهم الهدف منها هو انك تتعرف عليه اكثر وتعرف اكثر معلومات ممكنه على الحياه تاعو، لانك انت ما تقدرش تبني علاقه قويه مع انسان اللي ما تعرفوش ما تعرفوا عليه والو، ما تعرفوا حتى شيء على نشاطه وعلى حياته وعلى اهتماماته. لانك اصلا العلاقات كيفاش تنشا؟ العلاقات بين الناس، العلاقات تنشا بين الناس لما تظهر بيناتهم الاهتمامات المشتركه. انت كيفاش علاقتك تتمتن بشخص لما يظهر اهتمام مشترك بينك وبينه؟ مثلا ربما انتما ممكن اثناء في القص راكم تحكيوا وكم تقصروا، ممكن يظهر اهتمام مشترك، مثلا يظهر باللي هو يهتم مثلا بالشعبي ولا يهتم بالروك ولا بالجاز، انت ممكن يكون عندك نفس الاهتمام، او ممكن هو يهتم بالسينما او يهتم بالسيري مسلسلات او يهتم بالفلسفه او يهتم ليش عارف انا باي شيء. ممكن هذا الاهتمام يكون مشترك بيناتكم. لما تظهر هذه الاهتمامات المشتركة هنا تبدأ العلاقات تتمتن. وباش تظهر الاهتمامات المشتركة لابد يكون قزرة، لازم يكون حوار. ولما واحد ما يهدرش هنا مشكل يكون عرقلة. باش نزيد نحيو هذا المشكل لابد أن ندفعوا الآخر للكلام. باش ندفعوا للكلام نطرحوا له أسئلة، دونك نسألوه واش راك دير ومشاريعك واش راك حاب واش راهي بان لك واش رايك في الواقع واش رايك في هذه. نسالوه نطرحوا له اسئله باش ننجموا ندفعوه يهدر اكثر على نفسه على حياته على هذاك، وهكذاك نتعرفوا عليه اكثر ونكتشفوا المشترك بيننا وبينه، وبالتالي علاقاتنا راح تتمتن اكثر. ايضا كاين ايضا نقطه اخرى مهمه وهي قضيه الظهور. لما باش نحب نبني ثاني علاقات قويه لابد نظهروا، لابد الانسان يظهر بمظهر صريح ومنفتح. لازم الانسان يكون في علاقاته يكون منفتح ويكون يكون صريح. بمعنى مثلا بمعنى إذا كان مثلا عندك إذا عندك معلومة أو عندك فكرة قولها ببساطة، قولها ببساطة. يعني ما يشقاش لا عندك معلومة ما لازمش تخلي الناس يحسوا بأنك لما راك راح تقول لهم هذه المعلومة كأنك راك تدير فيهم مزية أو بليزير، أنك راك تقدم تو لو غون سيرفيس زعما غون سيرفيس أون لوغ دونون ولا أون لوغ كومونيكان سيت انفورماسيون. يعني ماشي ضروري انك تحس تخليهم يحسوا بلي راك راح دير فيهم مزيه كبيره لما راك انت راح تعطيهم هذه المعلومه اللي راح تقولها لهم. تو اون انفورماسيون ولا اون ايدي راك حاب تقولها قولها وخلاص بكل بساطه بلا تكعرير وبلا مزيه كما يقولوا، بلا ما تخلي الناس يحسوا وكانك راك دير فيهم مزيه. او هذيك الحكايه تاع على بالي نعرف ولكن ما نقدرش نقول لكم، على بالي نعرفها ولكن ما نقدرش نقولها لكم. هذه ثانية أسلوب في حقيقة طفولي، أسلوب تاع أطفال، يعني مش أسلوب تاع ناس كبار اللي عندهم وعي وعندهم. لا إنسان عنده يعني معلومة ما يقدرش يقولها ما يقولهاش أصلا، ما يقولش عندي معلومة بصح ما نقدرش نقولها لكم. لا، ما عندك معلومه ما تقدرش تقولها ما تهدرش عليها اصلا، ما تذكرها لا بالاشاره ولا بالتلميح ولا 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 شيء. ايضا اذا كان عندك موضوع معين تحب تتكلم فيه لابد تكون دارس هذاك الموضوع، لابد تكون دارسه. اذا ما راكش دارسه مليح ما تتكلمش فيه، لانه مش معقول انك تتكلم في موضوع وانت ماكش دارس الموضوع. ما تبدا ممكن يا اما تعطي معلومات غير دقيقه او غير صحيحه او ربما معلومات قديمه ممكن ظهرت بزاف معلومات جديده عليها من بعد وانت ماكش ما سمعتش بها. اذا ما تقولش اما عندك المعلومات، عندك معلومات صحيحه في موضوع معين راك تتكلم فيه اوكي سي بون، اما ما عندكش معلومات في موضوع معين في ديك الساعه ديك الحاله ما تتكلمش، اسمع 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 واش راهم يقولوا وخوج مع معلومات اسمع ومن بعد روح زيد بحث باش تتاكد من المعلومات هذيك. ربما تقدر تتاكد منها او تزيد توسعها او تزيد
يصبح عندك معلومات واسعة في الموضوع. أما أنك تتكلم بما في الموضوع وأنك وأنت تجهل الموضوع تاعه وتجهل مصطلحاته أو تجهل كاع الأسس تاعه، هذه مشكلة كبيرة. ومن المؤسف، وهنا نشير لهذا الموضوع، من المؤسف أننا مع الأسف الشديد الأغلبية تاع الناس اللي يتكلموا في أو اللي ينشروا مثلا في الفيسبوك، أغلبهم أو اللي يناقشوا حتى اللي يناقشوا أغلبهم يدخلوا في 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 نقاش وجدال في مواضيع لا يعلمون عنها شيئا ولا يتقنونها اصلا، ما عندهمش معلومه. وهذا هنا نحب نفتح قوس صغير باش ربما الناس اللي دائما يقولوا لي انا شخصيا، يعني يقولوا لي علاش ما تناقش الناس وانك ما راكش مقيم الناس، علاش ما تناقشوش في فيسبوك. الفيسبوك ما راهوش، انا بالنسبه لي هو فضاء للتعبير فقط، ماهوش فضاء للنقاش والجدال لأسباب كثيرة. يعني أنا كنت مرة نشرتها بالتفصيل 20 نقطة، كنت واحد اللي عندها عامين أو ثلاثة، نشرتها عدة مرات. لما ما هي الأسباب اللي ما تخليش، لكن أساساً السبب الأساسي اللي خلينا من نناقشوش، يعني أنا شخصياً يخليني ما نناقش الناس في منجدلهمش في فيسبوك إلا إذا في فضاء عام يجي مرحبا به في ندوة أو في أي مكان نقدر نناقشه، ما كان حتى مشكل. لكن في الفيسبوك لا. لماذا؟ لأنه أغلب الناس اللي يجوا يناقشوك في فيسبوك، يعني لما أنت تبقى تبدأ تناقش فيه تلقى هو أصلاً أو يحكي معك في موضوع ما هوش فاهمه أصلاً، مش فاهم اصلا منين يبدا وين يخلص، مش عارف قاع هذا الموضوع لا منين يبدا وين يخلص. فبالتالي يعني هنا تدخل في نقاش حوار طرشان او نقاش طرشان او النقاش البيزنطي كما كانوا يسموه، يعني ما نستفادوش في الحاله هذه، ما نستفادوش في الحاله هذه، لانه الاغلبيه ومن بعد تلقى البعض يقول لك انت تجاوبه وتستعمل المصطلحات يقول لك اشرح لي الكمبرادورية واشرح لي المثقف العضوي واشرح لي هذيك. اذا ولينا نبداو نشرحوا مصطلحات، اذا هنا علاش ندخلوا في نقاش؟ وزيد اصلا انت ما تعرفش مستويات الناس، اغلب الناس تجيب تدخل باقنعه، انت ماكش عارف مع من راك تتكلم اصلا، راك ماك عارف لا تتكلم، لا ما راك عارف لا راك تتكلم مع مراهق ولا راك تتكلم مع طالب ثانوي ولا راك تتكلم مع طالب جامعي ولا راك تتكلم مع استاذ جامعي، وممكن راك تتكلم مع حفظ المقامات، يعني مع حفظ المقامات تاع الجميع، ممكن راك تتكلم مع خضار، ممكن راك تتكلم مع غوسوفور، ممكن راك تتكلم مع بافيست، ممكن راك تتكلم مع شرطي، ممكن راك تتكلم مع واحد سبورتيف انا اتليت، ممكن راك تتكلم مع انسان وبرك، ممكن راك تتكلم مع واحد مطرود من سنه رابعه متوسط، ممكن راك تتكلم مع اي شخص انت لا تعرف، خاصه اذا عنده قناع اي برون ان بسودو سور فيسبوك على روح انت اعرف مع مرك. اذا هذه مشكله، والمؤسف انه اغلب هذوك كيس كيفون يفون دو كوبي كولي، كوبي يروح يدخل موقع فركوس يجبد لك فتوى تاع فركوس تو بلاكارد لا فتوى هكذاك كيما يقول لك بعجارها وبوجارها كما قالوا القرشيين، يعني نقص مش معقول، ما يمكنش بالطريقه هذه يكون كاين جدال ونقاش. ما تعمليش انا اذا انت تحب تناقش بافكارك، واحد اخرين يجيو يعمل يجي الجدار تاعك يعمل تسويق، يجيب لك اليان ليان تاع الحويني، يجيب لك اليان تاع فركوس، ينشر لك اليان تاع الاخر، انا علاش تجي عندي تعمل الاشهار للظلاميين؟ يجي تتناقش، ناقش بافكارك انت، قول انت ما عندك، علاش تجيب لي انا يا محاضره تاع فركوس دير لي لوليان تاعها عندي؟ علاش انا راني فاتح بازار تاع الفكر الظلامي؟ لا، هذا موش اسلوب. اذا انت عندك فكره نتاع قولها انت، ما تقولش انا نجيب لك فلان يناقشك او نجيب لك فلان اسمع له، لا انت لازم تعرض الافكار تاعك انت. ما عندكش المعلومات ما تتكلمش، ما عندكش المعلومات ما تتكلمش. من العيب الكبير انك تنقل فقره وانت اصلا ماكش فاهم محتواها ولا مصطلحاتها، تنقلها لمجرد قال كما قال واحد المعلق في، انا ضحكني يعني، ولا احيانا بعض التعليقات تضحك مضحكه، قالك المهم ما خليهاش تبات عندي، لا رانا في الصطاد، يعني واش البال جات البال مهم يرجعها المهم يخليهاش تبات عنده. يا اخي القضيه مش قضيه تبات عندك ولا تبات عندي، القضيه مش مشكل وين تبات، كاين البلاصه، بصح المشكله انه لما ان مساله الحوار وفي الـ في الـ في الـ في الـ عند الشعوب المتحضره، الحوار عند الناس المتحضرين ماهوش مجرد ملء فراغ،
لا هو بناء، يعني هو مسألة إيجابية، مسألة بنائية وإيجابية اللي تبني. لما نطرح فكرة، نطرح فكرة سي بوغ ابورتي ان بلوس، بس ندير إضافة. إذا الفكرة اللي باغي نطرحها ما دير حتى إضافة، اي فو ميو ما نطرحهاش، خليها عندي. علاه؟ قالوا وكف الله والمؤمنين شر القتال، علاه علي ندير معركة وبعد كان حتى فايدة؟ لا كان حتى فايدة، ما منها حتى فايدة، مجرد تضيع وقت وجهد وملء الفراغ أو تسويد البياض كما كانوا يقولوا بكري. إذن لا، الإنسان إذا ما عندكش يعني معلومات دقيقة في موضوع معين، ما تكلمش فيه وخلاص. هذا ما كان، هذا هو الحل، يعني لا أبسط ولا لا أكثر ولا أقل. إذن نتوقف هنا ونواصل في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.